كراسي متحركة وعقود عمل دائمة، ذلك ما قدمته بلدية سيدي موسى جنوب العاصمة لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة عيدهم العالمي. احنا اليوم ارتئينا أن نوزع 28 كرسي متحرك على مجموعة من المعاقين اللي محتاجين هذه الكراسي المتحركة، وارتئينا يعني أن المراحيض العمومية الثلاثة اللي تم بنائها في إقليم البلدية توزع إلى المعاقين والأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا يعني كقرار مع يعني عقود إيجار بسعر رمزي، هذا الشيء اللي يكفل لهم يعني المداخل اليومية نتاعهم. أولياء المعاقين لم يخفوا فرحتهم رغم معاناتهم اليومية. يعطيهم الصحة اللي عاونونا هكذا بالكراسة أو ما نقدروا نخرجوا وليداتنا لبرا. وللمجتمع المدني دور في هذه الالتفاتة. المعاونة لله، باسكو الناس راهم كاين بزاف اللي راهم ضرورين في الناحيه تاع الكراسه هذوما، وقد ما نجيبوا لهم قليل. تكريم ذوي الاحتياجات الخاصه في عيدهم العالمي لفته ايجابيه، والمأمول ان يتواصل الوقوف معهم طوال السنه.